السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناة شهوة السليمة اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا اقتراح في فضريف مخيمرات او لامبتبتات معمرين بحشوة رائعة بحشوة الخضر المكون الرئيسي فيها هو البصلة الخضرية لقيتها ديالها نستغلها يعني حشوة ديال وقت البرد او لا ديال هاد لوقيتها هادي ديال البرد البصلة الخضرية باضافة مكون غادي يعجبكم ان شاء الله فعلا حشوه غزاله كيجيو مفروقين كيف كتشوفوا معايا ورقه وحده يعني هاد البطيبطات كيجيو مفروقين كيف كتشوفوا معايا بحشوه الخضر وبمكون رائع كنا كنبغيو خصوصا فوق البرد خليكم معايا اخواتي من الاول حتى ما تنسونيش من تشجيعاتكم فضلا وليس امرا واحد تعليق من تعليقاتكم الزوينه ولايك للتشجيع يعني من باب التشجيع بالنسبه للدقيق غتاخذوا الكميه اللي غتناسبكم عندي هنايا نصف ديال الكميه اللي هي الفرص الحرش اللي دائما كان عجنه أو اولا كنخدموا في المخبوزات ديالي سواء البطبوط او المسمن يعني او لا الملاوي وواحد زليفه صغيره او متوسطه ديال الدقيق الفينو او لا دقيق الصلب غنديروا الخميره المعجونه او لا الفوريه لانها هادو تخمرين خامرين وهذا المكون هذا العجيب الغريب اللي ما كنستغناش عليه حتى هويا اللي هو اللبن هذا ماشي الحليب هذا اللبن خصوصا اليوم الجمعه كنخليو اولا كناخذوا اه كسيكسو بالبينه ناخدو واحد الكويس هكا نخليو على جنب نصيبو به بحال هاد البطيطات هادو, هادو اولا بحال هاد الاقتراح هذا دائما العديد من الفطائر او المخبوزات كنوظف فيهم هذا المكون اللي هو طبيعي اللي هو اللبن كيغنينا على مثلا الا كنا غنديروا الحليب مجفف او اليوغور اليوغورت الطبيعي هذا كيجي احسن بكثير غير جربوه بدون تردد يعني اللبن ومن الاحسن ماشي من الاحسن ضروري انه يكونوا مخرجينه من قبل من الثلاجه كيف كتشوفوا معايا انا كنديرو في الجنب يعني كنحاول انني نبعده على الخميره باش هكا ما يبردش ليا الخميره وغادي نعجن بالماء دافي بطبيعة الحال بما انهم خمرات يعني مالحين آه درت الملحه في الجنب حتى هي لما ذكرتها راه كاين الملح بطبيعة الحال كنبقى نضيف شويه ديال الماء حتى كنحصل على عجينه اللي هي متماسكه وبطبيعة الحال كندلكوها واحد الدلكه خفيفه وغادي نديرها في واحد الاناء نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر يعني هاد البطيطات في الاول خاصهم يخمروا غادي ندوزو نوجدو الحشوه اللي هي رائعه البصله الخضريه أه بزاف ديال الاقتراحات كتكون فيهم هاد البصيله هادي كتجي لذيذه دي الوقيته ديالها اولا الموسم ديالها هو هذا نستغلوها علاش ما قدينا ومن الاحسن نخليو حتى دوك الوريقات اللي كيكونوا فيها يعني دوك الخضرين واخا كتشوفوا معايا الكميه شويه بزايد راه كتذوب كنقطعها على هذا الشكل ومع هاد الجو البارد ما غينفعونا غير, غير هاد البطيبطات مع كويس ديال اتاي منهم كوتي ومنهم عشا غادي نديرهم في المقيله مع شويه ديال زيت نباتيه شويه ديال الملحه وكنبقى ندي فيها ونجيب فيها كيف كتشوفوا معايا حتى كتنزل غادي نشوفوا معايا الاضافات اللي غادي نزيدوا لهاد البصيله هذه غادي تغنيها وتجي لذيذه لذيذه بزاف هاد المكون هذا العجيب الغريب اللي دائما كنشاركو معكم اللي هو تحضير مسبق للشحمه عندي الشحمه مذوبهها وضيف عليها العطريه او التوابل اللي فيهم المروزيه يعني واحد التتبيله رائعه ديال هاد المكعبات هكا كتكون عندنا تحضير مسبق ديال هاد الشحمه كتكون منسمه يعني غير كنشحروا البصيله وكنهز هاد القطع سواء جوج او لا ثلاثه ديال الدويمات وكنديرهم فوق من هاد البصيله بطبيعه الحال الشحمه كدوب وهي متبله غنخلي لكم الرابطه ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف زدت هاد الاضافه اللي هي السودانيه انا كتعجبني ان البطيبطات اولا المسيمنات ديال الشحمه يكونوا شويه حارين زدت شويه ديال السودانيه وممكن تستغلوا الفرصه وتوجدوها كتحضير مسبق يعني للشهر الفاضل ان شاء الله لرمضان يعني كتحضير مسبق كينفعوا بزاف هاد الضويمات هادو هنا كتشوفوا معايا قطعت واحد التقطيعة ما شاء الله زوينة ديال الربيع يعني القزبر ومعدنوس والقزبر كيكون شويه غالب عندي مزيود ديال فلفله حاره حتى هي قطعتها اللي هي مرقدنها على اليد ديالنا في الدار بحال هكا يعني من المخللات وعندي الزيتون اسود حتى هويا قطعتو قطعته حتى زيتون كحل ديال الدار يعني ما كتكونش فيه كثره ديال الملوحه وقطعته ممكن انكم ديرو الزيتون خضر انا هنا باش يكونوا عندي الالوان وفعلا كتوتا يعني البصيله الخضريه مع الزيتون الكحل مع الفلفله مع الربيع كيتواتاو مع بعضياتهم قطعوا داك الزيتون قطع صغيره صافي وكنخلي الحشوه ديالي تبرد على جنب هنا كنرجع العجينه بعد ما خمرات ضروري انها تخمر في المرحله الاولى صافي وكنديها ونجيبها بين يدي يعني بحال اللي كنقولوا منها شويه ديال الهواء اللي فيها وغادي نقطعهم على شكل مخيمرات أو القياس ديال المخيمرات اللي بغينا ضروري ما الوجه لهم الوجه ديالهم باش يكون مقاد من بعد كان بدأ نقرص فيهم كان الأرضية بزيت نباتية غير واحد شوية بزيت نباتية والعجينة اللي كيكون كي فيها اللبن غير جربوها بدون تردد يعني شاركت معكم العديد من الاقتراحات في القناة المكون اللي كان عجن به هو اللبن أو لب إضافة ديال اللبن صافي كان بدأ نوزع الحشوة كان بدأ نقرص غير الجوانب اللي كان كيف كنقولوا نرقهم شي شويه الوسط نخليه شويه عالي كنحاول انني نوزع الحشوه كامله ومن بعد كنبدا نجمع كيف كتشوفوا معايا على شكل صريره او لا على شكل كموسه العجينه غزاله غير كنشوفوا معايا كيفاش كتجمع وما استعنت هنايا لا بدقيق لا والو وكتلتصق العجينه مع بعضها حاولوا انكم ما تخليوش بزاف ديال الكتله ديال العجينه الفوق يعني حاولوا تقدوها تجي هي هذه كيف كنقولوا كنعمرهم كاملين ومن بعد كنرجع الاولى اللي راني عمرتها كتكون ارتاحت شي شويه وكنبدا نضرب عليهم كيف كتشوفوا معايا اولا كنقرص جرسه كنقرصهم صافي كنقرصهم غادي نغطي عليهم كيف كنقولوا دقائق غير بيد ما تسخن ليا المقله لان البطبوط كيسخن اولا كيخمر مره واحده خمر في المره الاولى المره الثانيه صافي غير كنوجدهم كنسخن المقله وكنبدا نطيب فيهم مباشره كندهنها بشويه ديال زيت نباتيه غير كنحطو البطبوطه نعاود نرشها واحد الرشه خفيفه ونقلبها مباشره يعني هكا باش كيتنفخوا وكيتحلوا من الوسط يعني شي حاجه اللي هي ساهله يكونوا حاضرين ان شاء الله للكوتي وممكن يكونوا كوتي وعشاء راه تبارك الله هادو يكونوا شبعين كيف كنقولوا شوفوا معايا البطيطات كيفاش كيتنفخوا كي وما كتكونش فيهم البضعه في الداخل نهائيا كيجيو على هذا الشكل هذا شوفوا معايا ورقه واحده ما شاء الله كيجي ورقه وحدة من السمين بالزيتون بالحار بالربيع والبصيله وهذيك الشحمه اللي هي من السما من الاول يعني ما اننا نقردو عاد الشحمه ونديروا ليها توابل هذوك المكعبات فيهم كل شيء كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال هذا النهار يكون ناس استحسانكم كيف كنقول دائما ما تبخلوش عليا بواحد لايك للتشجيع فضلا وليس امرا في امان الله